زيادة المفاجئة. جميع الحوامل خاصهم يكونوا متوقعين أنهم يقدروا يولدوا على غفلة، بالرغم أن الدكتور الخاص بالنساء والتوليد تيعطينا تاريخ متوقع للولادة، ولكن دائما خاصنا نكون على استعداد للولادة المفاجئة اللي تجي على غفلة. نقدروا نمشيو عند الطبيب يقلبنا اليوم، نكونوا صافا كل شيء مزيان، مازال الوالدة ما تحلات، او يلاه منفسه بسنتيم واحد كيف ما تنقولوا بصبع. من بعد ما تنرجعوا للدار وتنديروا واحد شويه ديال المجهود او تنكونوا خارجين، صافي تجينا الحاله ديال الولاده المفاجئه. اذا باش اننا نتعرفوا على هذه الولاده المفاجئه وكيفاش نتعاملوا مع هذه الحاله الى وقعت لنا وكنا يعني في امس الحاجه، باش اننا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع هذه الحاله ديال الولاده المفاجئه. الارشادات الاولى اللي غادي ننصحكم بها يا حوامل، وهي اولا لازم عليكم التاكد من ظهور علامات الولاده الحقيقيه. بعض الاحيان لما تدخلوا في الشهر التاسع تيبدانا الحريق، تيزورنا الحريق واحد انقباضات مثل الدوره، ولكن تتكون خفيفه وبسيطه، ما تيكونش فيها ديك الالم الشديد اللي كيبقى يتزايد شويه بشويه، اللي هما علامات الولاده الحقيقيه. يعني اول حاجه لازم التعرف على علامات الولاده. سبق لي شاركتها معكم في واحد الموضوع، غادي نخلي لكم رابط الوصف ديالو رابط ديال هذا الموضوع في صندوق الوصف باش تدخلوا وتستافدوا منه مزيان، باش تربطوا. انا ديما تنقول لكم حاولوا تربطوا المواضيع مع بعضها، يعني نتفرجوا في موضوع ديال علامات الولاده الحقيقيه باش نهار تجينا هاد العلامات نكونوا عارفين راسنا باللي رحنا دخلنا في المخاض، رحنا على وشك الولاده، يعني ماشي ديك العلامات الخاطئه اللي تجينا مره اثناء الدخول في الشهر التاسع اللي هو ابتداء من الاسبوع 37 حتى 42، وغالبا خاصنا نولدوا من الاسبوع 39 حتى 41 42، ما خاصناش نديباسيو 42. هذه مساله واضحه، ولا ولدنا في الاسبوع 37 ما كاين باس، ما كتعتبرش ولاده مبكره وفيها خطوره، ولكن من الاحسن كيف ما قلت لكم نخليو راسنا حتى ندخلوا. الا ما جينا الحريق لا والو، كل ما دخلنا الاسبوع 38 فما فوق كان احسن، وكيتم نمو ديال مخ الجنين بصفه كامله. ده اول حاجه خاصنا يجينا الم الظهر وألم أسفل البطن اللي تيكون شديد، كيبدانا شوية بشوية ومن بعد تيرجع مجهد. المرأة ما كتبقاش قادرة أنها تصبر بتاتا. هذا هو الحريق ديال بصح وبنية ديال الولدة. أما لجنيدة باشي شوية ومن بعد 7 ساعات أو حتى لغد ليه أو من بعد يومين أو من بعد 4 ديال الساعات، فهذا ليس علامة صحيحة ديال الولادة. إذا أولا خاصنا نعرفوا بلي ديك الألم ديال أسفل الظهر وأسفل البطن غادي يكون شديد، وغادي نحسو بالزحمات، انقباضات شديدة كذلك. ديال البيبي غادي يبقى يدفع لنا لتحت باش أنه غادي يساعد ويوجد راسو للولادة، هو تيخبرنا بديك الحركة بديك الطريقة بلي راه غادي يخرج، راه على وشك الولادة إن شاء الله الرحمن الرحيم. كذلك النقطة اللي بعدها وهو نزول الماء، السقية تطرطق، إلا تطرطقات السقية يعني سيغ أسيغتان رحنا غادي نولدو. دونك هاد العلامات خاصنا نتأكدو منها. كذلك يجينا اضطراب في الجهاز الهضمي اللي تيأدي بنا للرغبة في التبرز. المرأة كتحس براسها بحال اللي باغا دير كاكا. وبغيت نقول لكم اثناء الولاده فاش تكونوا كتولدوا فاش تحسوا بكاكا جاتكم ما تحشموش ديروها، لان الزحمه خاصنا نزحمو مزيان بحال اللي تنديروا كاكا. دونك هذا هو الشرح المفهوم ديالها. المقطع صورته وانا ما كنتش تنشاهد في الكاميرا، كنت تنشوف في الجهه المخالفه ديال الكاميرا. المهم ماشي مشكل، اعتذر على هاد النقطه هادي، انا صراحه عيانه شي شويه مرهقه. على اي قلت لكم يا بنات خاصنا نتاكدوا من ظهور علامات الولاده الطبيعيه، هذه اول حاجه نتاكدوا باللي رحنا دخلنا في المخاض، وربما ماشي ربما من الطبيعي ان المراه تولد في واحد الوقت اللي ماشي هو اللي قال لها الطبيب. الدكتور كيعطينا التاريخ المتوقع ديال الولاده، ولكن دائما نفس المساج تنقول لكم هو لما ندخلوا في الشهر التاسع نكونوا على استعداد معنويا ونفسيا وجسديا. المراه تكون مستعده للولاده، يقدر يجيها الحريق في اي لحظه. وبعض الاخوات تطرحوا لي الاسئله في التعليقات
واش بصح الولاده الاولى تتعطل؟ ماشي بالضروري الولاده الاولى تتعطل، ماشي بالضروري الولاده الاولى نولدوها بالغراز، وماشي بالضروري الولاده الاولى يكون فيها كاع داك الشيء اللي نتوما كتسمعوه، ديك الخرافات، ديك الخرافات اللي كتسمعوا. وعفاكم السيدات اللي هما مروا من شي تجربه يعني غير سليمه، ما تنقلوش الاخبار او ما تنقلوش هذيك التجربه ديالكم بديك الطريقه المتوحشه للحوامل. هذا الميساج لي فام اللي هما كيبقاو يخلعوا صحاباتهم او جيرانهم او الناس في لي كومونتير في المجموعات الفيسبوكيه. مريتي بواحد التجربه خليها بينك وبين نفسك، بالعكس دائما نحاولوا اللي حامله نعطيوها الطاقه الايجابيه، نفرحوها، نواسيوها، ما نخلعوهاش، نطمئنوها. اهم حاجه في الحياه كامله هو المورال ديالنا، هو الحاله النفسيه. دائما نحاولوا ما امكن نبريباريو راسنا او نبريباريو يعني الناس اللي هي محيطه بنا مقبله على الولاده بالافكار الطيبه، بالافكار الحسنه، نطمئنوهم ان شاء الله ما يكون غير الخير. وهادي وهادي ما نخليوش ديك الميساج ديال كيف ولدت انا هات ولدي نتينا. والسيده بحكم انها مسكينه كتكون حساسه في ديك الفتره ديال الحمل وخايفه من بزاف ديال الامور، اي حاجه قلتيها لها راه كتيقها. دونك الولده الاولى ماشي بالضروري انها تعطل، وممكن ان تكون الولده الثالثه. سبق لي هضرت عليها في اللايف والبارح في الانستغرام، الاخوات اللي كانوا حاضرين معايا راني شرحت لهم هذه النقطه، لانه واحد السيده سولتني قلت لها لا. وكذلك ممكن انها تكون المراه والده الثالثه والرابعه، والولده الرابعه يوقع شي مشكل وتعطل. دونك ما عمرنا ما نربطوا الولده الاولى بالثانيه والثالثه والرابعه، نخليو الامور في يد الله والكمال على الله. اذا كتكون عندها واحد الصعوبه في المشي، صعوبه الاعمال الشاقه، المراه فاش كتدخل في شهرها كتولي عندها واحد المشاكل، وسيوطو فاش كتقرب ديك اليوم ديك اليومين اللي غادي تولد فيها ما كتبقى قادره دير حتى شي حاجه، لا تنعس ولا توقف ولا تجلس، ما تتلقاش راحتها بالكل في حتى حاجه. دونك حتى هذه راها علامه من علامات الولاده، كتكون السيده صافي يعني ولات مرهقه جدا، باغيه غير تفك، كتسنى انك تقول يا ربي فوقاش يجيني الحريق ونتفك، ولا هذا الشيء هذا ولا، لان فريمون تنوليو يعني مرهقين بزاف، الثقل ديال البيبي، هذيك الصعوبات والمشاكل اللي كتصيب الجسم ديالنا، قله النوم حتى هو غير السيده ما تتنعش واحد 3 سنين راه نبغيو نحماقو. دونك النوم جد مهم. ومن بعد ان شاء الله ملي غادي تولدوا وتفكوا على خير راه غادي تنعسوا وترتاحوا، واخا بيان سور ماشي كيف ما كنتوا قبل بوحدكم ليل راسكم، غادي تكون معكم التريبيه، ولكن كوميم راه غادي ترتاحوا من حاجه وغادي تجيكم حاجه واحده اخرى ما صعب، لان هي التريبيه، سهر الليل، الرضاعه، البيبي ما بغاش ياكل، ما بغاش يرضع، فيه الامساك، فيه الاسهال، هادشي كله غادي تمروا منه. يعني كل فتره غادي تعيشوها عيشوها بحب وبراحه وبعدم التوتر. دونك هادو هما العلامات الولاده الحقيقيه اللي خاصها تجيكم باش تعرفوا راسكم بلي راكم فريمون في وقت الولاده المفاجئه اللي جاتكم في واحد النهار على غفله، وانتم كنتو كتسناو غتولدوا مثلا حتى نهار 15 او نهار 16، وهاد الحاله ديال الولاده المفاجئه جاتكم نهار 9، ما تيعنيش انها مفاجئه قبل الشهر التاسع. دونك الطبيب تيقول لك انتينا في شهرك وجد راسك، ولكن التاريخ المتوقع هو نهار الفلان الفلاني. دابا غادي نهضر لكم على النصائح اللي خاصكم ديروا بها او الارشادات اللي لازم عليكم تعرفوها في حاله الى ما وقعت لكم هذه الولاده المفاجئه. اول حاجه سواء كنتوا في البيت او خارج البيت خاص يكون معكم شي شخص. المراه فاش تدخل في الشهر التاسع ما تبقاش منفرده بوحدها خارجه بوحدها ولا في الدار بوحدها او راجلها مسافر وهي غتولد بوحدها، لا، ولا بد من وجود شخص معكم قريب، الام او الزوج او احد افراد العائله القريبه. وكذلك خاصكم تحاولوا تخليوا رقم التليفون ديال لو جينيكو ديالكم مع الشخص اللي هو غيكون معكم، لان المراه فاش غادي تجي هذيك الحاله ديال الزحمات وديال الولده وديال الحريق وديال ما كتبقاش عاقله على راسها، خاص هذاك الشخص اللي معاها عارف الرقم ديال الطبيب. باش اول حاجه خاصنا نعيطوا للطبيب، الو انا هي فلان فلان فلانيه، او انا هي من انا من لا فامي ديال فلانه راه جاها الحريق، شنو غادي نديروا؟ كذلك خاص السيده تكون محده مكان الولاده، اختارت المستشفى او المصحه اللي غادي تولد فيها، لان ماشي حتى تجيها الولده عاد ما تبقاش عارفه فين غادي تمشي، وغادي تفتن وغادي ترون، ما عارفه واش تاخذ طاكسي لهنا او يوصلها راجلها لهنا. المهم ولا بد ما انكم قبل ما تدخلوا في الموضوع الولاده تحدوا وتعرفوا راسكم فين غتولدوا ومع من غتولدوا. كذلك السيده خاصها تكون جامعه لا فاليز الماتيرنيتي ديالها، حقيبه الولاده تكون عندكم، اللي عندها السياره تخليها دائما في الطوموبيل ديالها، واللي ما عندهاش خليها قريبه
فوق ما تحس براسها الي بريت ان هذيك الشيء جاها وغادي تولد، تكون ديك لا فاليز ديك الشونطه ديال الماتيرنيتي تكون جاهزه وباش تدي معها حويجاتها. وسيرتو دابا البرد، المراه خاصها تكون عارفه شنو دايه معها وشنو ما داياش، ماشي بحال الصيف ممكن ديبانيو باللي كان. بالنسبه للماء ديال السقيه فاش غادي يهبط علينا، ديك الماء تيكون اللون ديالو شفاف ماشي خضر وماشي فيه شي لون اخر وما فيهش الريحه وتيكون سخون. يعني خاصكم تميزوا بين الماء ديال السقيه وبين الافرازات البوليه او الافرازات العاديه، يعني ماشي الافرازات العاديه او مثلا بيبي. المره تقدر مع ديك الزحمه مع ديك الغوات تهبط عليها بيبي وتقول لك لا هذيك هي السقيه طردقات، لا خاصنا نعرفوا باللي الماء ديال السقيه تيكون كثير وحوايجنا تيفزقوا كاملين، يعني خاصنا ولا بد ما نبدلوا ديك الحوايج ديالنا. وهذا الشيء كامل وفي حاله الا السيده صافي فيها الزحمات بزاف ومجهدين ووحده تبع وحده، خاصها تعرف كيفاش انها تنفس بطريقه صحيحه. وحتى هذا الموضوع راني شرحت لكم، دخلوا شوفوا طريقه التنفس اثناء الولاده، خاصنا نعرفوا كيفاش نتنفسوا مزيان، وخاصنا نحاولوا ما امكن نجلسوا او ننعسوا على السرير على الظهر ديالنا باش نساعدوا راسنا ما نخنقوش ديك البيبي الا قدر الله خرج قبل ما نوصلوا للمستشفى. وشحال من وحده ولدت في الطاكسي، وشحال من وحده ولدت في الاسعاف، ولدت في الطوموبيل لراجلها. كذلك السيدات اللي ما عندهمش السياره خاصهم في الوقت ديال المخاض يتصلوا بالاسعاف باش يجي دغيا ويديهم لاقرب مستشفى او عند الدكتور ديالهم فين دار معهم باش غادي يولدها في ديك المكان. هادو هما النقط المهمه اللي خاصكم تكونوا عارفينها بالترتيب باش ان شاء الله الى كسبت لكم هذه الولاده المفاجئه تكونوا عارفين راسكم شنو غادي ديروا. وبيان سيو ما تنساوش تجمعوا معكم الوريقات ديالكم لا كارت ناسيونال ديالك وديال الزوج عقد الزواج كاع هذه المسائل اللي غتحتاجوها تكون حتى هي معكم في الحقيبه ديال الولاده. والسيده الى كتب ان البيبي الراس ديالو خرج خاصنا الشخص اللي معاها مرافق معاها من العائله يشوف واش الحبل السري ما ملولوش على العنق، هذه هي اللي تقدر تكون خطر شي شويه. و الا شفتوا الراس خرج اللي عطى الله عطاه، خاصنا نحاولوا نمسحوا ديك الراس ديال البيبي من الدم وديك الشيء اللي تيخرج معاه باش انه يتنفس مزيان. وغير الا خرج الراس راه داك الشيء الاخر الكسده والمسائل كتبقى سهله وكتخرج بسرعه وكيتبعها الخلاص. ولكن هذا الشيء هذا خاصو يكون تيوقع وحنا في الطريق للمستشفى، لان في لا كلينيك او في المستشفى غادي تم الولاده بطريقه صحيحه وطريقه افضل. اذا هذا هو الموضوع ديال الولاده المفاجئه. دائما تنحاول نختصر لكم في المواضيع نعطيكم غير داك الشيء اللي نتوما خاصكم تعرفوه، وتنشرح لكم بالدارجه المغربي يعني الدارجه باش بحال اللي راكم جالسين معايا وتفهموني اكثر فاكثر. نتمنى تكونوا مستفدتوا، واللي عندها اي موضوع اي تعليق اي سؤال على هذا الموضوع هذا او اي موضوع اخر مرحبا والف مرحبا، خليوا لي كومونتير ديالكم وانا جد سعيده بالتفاعل ديالكم معايا وبالدعوات ديالكم معايا. ميرسي بوكو بوكو، جو فوزيم، وان شاء الله تسناوني في الموضوع الموالي ديال الولاده المتاخره باش ما نبعدش بزاف على الموضوع ونخليكم في نفس السياق. ومن بعد ان شاء الله ندير لكم على مواضيع اخرى. في امان الله، مع السلامه.